تحية طيبة لمشاهدي قناة الدار. منظومة الإرث ليس في نظري كما يعتقد الكثيرون أنها منظومة مقدسة غير قابلة للتعديل ولا للتغيير، بل هي مطروحة للنقاش. يجب أن نناقش بكل شرأة وبكل شجاعة هذا الموضوع. لما؟ نظرا لأن الواقع الذي نعيشه اليوم قد تغير كثيرا عن الواقع الذي نزلت فيه آيات الإرث ونصوص الإرث، لأن واقع المرأة خصوصا وهي المعنية بهذا الموضوع قد تغير، ليس كثيرا بل تغير بشكل كبير جدا عما كانت عليه من قبل، خاصة بعد الثورة الصناعية وبعد خروج المرأة للعمل، بعد أن أصبحت المرأة هي المعيل لكثير من الأسر. في المغرب فقط مثلا 20% من الأسر المغربية، 20% من هذه الأسر هي أسر تعولها امرأة. كل هذه المتغيرات، واقع المرأة اليوم، المرأة في أصبحت وزيرة، أصبحت برلمانية، أصبحت تتبوأ مناصب عالية جدا، ولا زلنا إلى اليوم نتعامل معها فقهيا بنفس منظور تلك المرأة التي كانت حبيسة البيت، والتي كانت لا تخرج للعمل إلا نادرا، والتي كان الرجل يقوم بحمايتها ويقوم بالإنفاق عليها. هذا الواقع قد تغير، إذن يجب أن نعيد النظر في هذه المقادير وهذه الأنصبة التي حددت بناء على هذا السياق والبناء على هذا الواقع. المرأة اليوم بهذه المتغيرات من حقها أن تطالب بهذه التعديلات حول هذا الموضوع. طبعا لا شك أن الموضوع ليس من السهولة بمكان، الموضوع معقد والموضوع مشتبك، والموضوع مرتبط بأبواب أخرى، مرتبط بالحضانة، مرتبط بالنفقة، مرتبط بموضوعات أخرى. لذلك فعلا النقاش يجب أن يكون حول تعديل شامل لكل نظام الأسرة، كما تغيرنا سابقا النظام من 2000 قبل 2004، كانت عندنا مدونة الأحوال الشخصية، في 2004 انتقلنا إلى مدونة الأسرة وحملت تغييرات عديدة متعلقة بنظام الأسرة. هي دعوة اليوم أيضا لتعديل نظام الأسرة بما يتوافق مع كل هذه المتغيرات. وطبعا منها من الأنظمة التي ينبغي إعادة النظر فيها موضوع الإرث، لأن الوعي بما تتعرض له الظلم في ظل النظام الحالي أصبح كثيرا وأصبح واقعا. اليوم مثلا في رأيي أنه ليس من المعقول في شيء أن نتعامل إلى اليوم بنظام التعصيب الذي هو في أصله نظام قبيلة، نظام قبلي بني على أسس قبلية، كان الغرض منه هو أن يعطى للذكر الذي يحمي القبيلة والذي ينفق عليها والذي يتكفل كل التبعات المالية المترتبة عليها، أن يعطى له نصيب من الإرث. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.